حسليمة حسليبة، شو اسمك انتي؟ انا اسمي نماشة بالمرزوق، عمري 6 سنين. انا مغرومة بارشة بالحساب الذهني وبالتمثيل وبالتنشيط. ميلا الكوبة ذي عندها علاقة بيش بالضبط؟ بالحساب الذهني. وين زيدة جبت لك كالكولاتريس باش نعملوا حساب ذهني مع بعضنا. ياي تحب؟ بي انا باش نحسبها هكا بالكالكولاتريس. باهي تشد الكوب. اي تشد الكوب ميلا. هاكا البطولة الوطنية للحساب الذهني عام 2019، الله يعطيك الصحة. باهي يعني نبداو 25 مع 5 مع 6 إلا 5 مع 20 إلا 30. 21 صحيتك 21. حطينا نعاودوا عملية أخرى. ب 35 35 مع 4 بشوي انا غلطت، نعاودوها هذا سامحني، انا بالكالكولاتريس وغلطت حسيت. 35 مع 4 الا 2 الا 3 مع 10 45. صحيح 45. وين عم الكالكولاتريس وغلط داني نغلط. هاي نعاودو واحدة أخرى. ب 12 مع 2 مع 1 مع 5 إلا 15. 5 صحيح. تحب تعملي عملية طولة هنا؟ ايه تراه قولي يعني. باهي لازمك تعطيني الكوب، لازمك خاطر لازمك تتخيل، غمض عينيك وتخيل العداد. باهي خلينا نغمض عينيك ونتخيل العداد. ما كملتهاش، مش لازم تتخيل. باهي 5 اي مع 1 اي ناقص 6 اي قديش؟ 0. صحيح. كنت قديتها صحيحة. واحدة أخرى وبعد نمشيو نطيبو نوعدك. 5 اي مع 2 اي ناقص 7 0. صحيح. كنت تعبرخ. اي نمشيو نطيبو توا وبعد زيدني شوية عمليات. بعد باش تعلمني زيد راهو كيفاش انت تحسب هكاك. بعد نعملهم لك برشا خاطر انا حبيت نعملهم لك شوية باش نشوفك تنجمهم ولا لا. باهي اوكي. هاي اتوت. فاز يجي من هنا انت يعني. كوكو عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوجينا جينيال. كوجينا جينيال تاع نسمة. اليوم أنا جيت مع طنطا سايبة باش نطيب لكم في فخيكاسي. صحيتك. صافا صافا. شو اسمك انت الساعة؟ أنا اسمي نماسة بالمرزوق، عمري 6 سنين. أنا مغرومة بارشا بالكوجينا والتمثيل والحساب الذهني. بيه واحنا مالا باش طيبوا الفريكاسي وباش تحكي لنا على التمثيل وباش تحكي لنا على الكوجينه وعلى الحساب الذهني وكل شيء تحب تحكي لي عليه. بيه داكا نبداو مالا طاو بالفريكاسي. بيه ناخذوا هذه صحفتنا، نحطوا الخميره، ناخذوا نحطوا الخميره قبل، نحطوا باكو خميره نتاع خبز. اه باكو نص سوا هذاك الحق الحق. نحطوا شويه ملح، نحطوا شويه ملح، نحط شويه ملح. هنقرب الفارينة، ناخذوا فارينة وردة، نحطوا رطل 500 غرام به ياكيك تكون كونتيتي به. تحب فريكاسي انت؟ بالحق حتى تحب الفريكاسي. فما شكون ما يحبش يخ فريكاسي؟ هو لا نتصور لي. فما شكون ما يحبش الفريت مثلا؟
لا. طبعا شكون ما يحبش بيتزا؟ لا. والله انا ساعات ما نحبش ديما البيتزا. حتى انا. الحق الحق، شنو اكثر ميكل؟ اكثر حاجة تحبها؟ الكسكسي. تحب الكسكسي؟ الكسكسي والفريكاسي. والفريكاسي، باش الكسكسي تحبونش؟ بالدجاج. بالدجاج، حتى انا نحب الدجاج. باهي، حبيتها بالفارية. الدجاج انا نحبو احسن لحم. حتى انا كنلقى كل يوم ناكل دجاج ما نقولش ليه انا. حتى انا. كل يوم كل يوم ما عادش حتى ادنى مشكل. بيه طب باش نحطوا الربو، حطوا باش ما نعجنوش بيدينا. الربو نحطوه 5 دقائق كان باش نعجنوا بيدينا 6 دقائق 10 دقائق. قول لهم في الكاميرا مره اخرى خلي يسمعوا بالقد. كي احنا نعملوا العجينه بتاعنا مش نحطها في الربو نبقاو 5 دقائق، وكي نعجنا بدينا نبقاو 10 دقائق على خاطر الروبو فيسع كي يعملها يعجنها فيسع. وكريتو فسرت لكم كيفاش. حطوا شوية ماء سخون. اي ديك هماية دافي فين نعملوا هكذا باش نعملوا عليكم شوية حس. حطوا شوية ماء ونخدموا الروبو. لقد نزل عليها كنت تحب نزيدوا الماء. نزيد حسب رايك ماء ولا نزيد لقطة؟ زيد شوية. اي لقطة. بالك تنصح لك حويجك. طابت لمحة. بدأت لمحة طبعا. بدأت؟ جبت لفت شوي. لفت شوي غادي. لا مش مشكلة. صراحة. تراه مازال تتلصق شويه ريت تزيدوا لها زيت شويه علي تزيد تشرب. تشرب ماء. بعد كي باش نحمص شنو قلت لي؟ قلت لك زعما تلصق تجي نحيهم بعد. تراه خلينا نجرب. مازال تلصق شويه. خنزيدوها شويه برك. هاك سي بون تاو. تخبرت. تعجنت مليح. نهبطها الساعة بحاجة لازم هيش تبدأ شيحة برشا العجينة خاطر مزيد باش تخمر وباش تزيد تطلع هكا ولا ديجا لصقت في الواحد ريت. اي احكي لي انت تعمل مسرح قلت لي عندكم مسرحية. عندنا مسرحية تاع الازدراد. شنو عندنا مسرحية. شو اسمها المسرحية؟ تاع الحكيم وعبقرينو. اي قرب لي هكا شوي باش نجمو نشوفوك بالكدا. اي وشنو حكايتها مسرحية؟ عبقرينو ما يعرفش في الأعداد مع 4 ومع 1 ومع 5 وما يعرفش فيهم الكل. ديما يمشي للحكيم مش يعلمو. الحكيم علمو مع 1 مع 2 ومع 3 ومع 4. هذيك هي المسرحية وتبدا الحكاية. والله وفين هذايا تعمل فيها المسرحية؟ شاهدني باش نشوفها. عند كوتش اللي تعمل في الحساب الذهبي. تعملوها يا بيدها تعملوا المسرح. شو اسمها الكوتش نتاعك؟ سلموا عليها. اسمها كوتش سندس. راهو انا كي مشيت مثال في حصة عندها انا عملنا مسرحية مش مشينا لبقعة أخرى. عندها هي هي هي.
فهمتك، معناها هي تعملوا معاها الحساب الذهني والمسرحية. أه هكيك، والله يعطيها الصحة. قولها ميلا كوكو، سلمى عليك. كوكو. باهي، البات نتاعنا هوني حضرناها، توا نورمالمون نخليوها ترتاح ساعة مينيموم، ساعة ساعتين في بلاصة دافية. أما احنا اليوم ما مزروبين باش نطيبوا وكل ويتفرجوا في الغسيل، حضرت عجينة أخرى. ديجا خمرتها مليح، إيش قولك في الفكرة؟ باهية. باهية، نربحوا الوقت هكاكا. هاي العجينة الأخرى بشوي. هاي ريتك في خمرة بالكدا. مس ان شاء الله ما تلصقش. ليه ما تلصقش هذي؟ مس اعمل هكا نحيو فيها الغاز. ريتها كيفاش؟ حلال. كيما لبولة منفوخة. المفشوشة. بالضبط. وتوا باش ناخذوا القلقال. شغالي انا القلقال. حبوا القلقال. خلنا نسخن الزيت انا الساعة. فوالا. نحطوا الزيت يسخن باش كي نفورموا الفريكاسي نتاعنا نحطوا. باهي. اي وانت حافظه محفوظات ولا غنيه ولا حاجه؟ شنو حافظه؟ حافظه محفوظات تاع العربي. اي قولي لهم غادي في الكاميرا. يا ابي حلوى المحيا ضمني ضما قويا، ضمني ما زلت طفلا، يا ابي حلوى المحيا، يا ابي قد صخت حبي لك لحنا عربيا، يا ابي حلوى المحيا ضمني واهمس بني. عندي غنية اخرى بتاع قالت لي المرأة. اي قالت لي المرأة ما اجمل الحياة، جمالها نظافة وحسنها لطافة، طهرت الهندام أوصى بها الإسلام، فكن نظيفا دائما والق الرفاق باسما، يحبك الكبير والولد الصغير، نظافة الأبدان من صحة الإيمان. سعيدك ما عليها ذي محفوظات. عطي شوية على الغنية. حسيتها راب شوية. أنا راه تعرفوا الراب انت هكا الغنية ذاك قال لي جوست يبداو يتكلموا مش غنية برشا. ما بيا هكا بين بيني. بيا هكا العجينة تاري تسمح ليها. خطوة باش كل واحدة باش تحل عجينتها من شيرة. اش قولك في الفكرة؟ بيه بيه. وزيد القلقال عادة، تحب القلقال. عندك خويتك انت في الدار؟ اي كبار ولا صغار خويتك؟ صغروني عمرها بثلاثة سنين. اي تويما ميلا ذوما خويتك. ريت كيفي بقت كالعادة أنا يسر عبقرين وحطينا راه خاصة في أمور تويمة وخويت وكل. أي بكية ولا ليه؟ أنا؟ ليه خويتك؟ شوي بالحق كيفي يبكي وجي راه ما يبكي وكي الصغار ولا أنا ما نعرفش عليه، ما فهمش حتى نهار ما بكاوش فيه. حتى نهار؟ وانت كي كنت صغيرة كنت تبكي ولا بالحق كل يوم ولا مش كيف هم؟ أقل منهم ولا كيفهم؟ متذكرش. متذكرش. هاي حل الساعة على عجينة توا. كي تحسها باش تلصق قول لي. باش نحلوا العجينة نتاعنا. محلى اسمك يا رميسة. ميرسي. شكون ما سميك أنت؟ تعرف ولا؟ بابا بابا زوز. زوز مع بعضهم. هيا بيه. شنو تحب تطلع كي تكبر؟ أنا حابة الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة نخدم فيهم الطبيبة. ولحد والسبت نقدم برنامج بتاع كوجين عم نعشي. بالحق والله يعجبني. كيك أرتاح لي. ليه وبالنظام اثنين وثلاثة وأربعة وخميس وجمعة طبيبة، وطبيبة شنية مثلا؟ طبيبة بتاع كبار خاطر. طبيبة بتاع كبار وصغار. بي عليه بتاع كبار قول لي ميسيج. على خاطر فما كبار مثال عزيزة ومرضى. كاهو انت تحب تداويهم. ها؟ حتى الصغار زاد يمرضوا. اه. اي كاهو، واحد لازم ديما يرد بالو. سي بون قاعدة تتحل بسهولة. ينزل شوية كيك، صحي. ننزل بالبرشا البابي يهرب. ريت تشد لك البابي. وطيب انت في الدار ولا؟ اه. ساعات نشد اخواتي وماما طيب، وساعات انا جيت ماما تشد اخواتي وانا نغسل الماعون تفقد لها الغاز. ملي انت تعاون ماما تجي والله يعطيك الصحه.
وخويتك وساعات زيد نقرا القرايه ابجد زيد بيان سور تحب القرايه انت ولا ايه صحيتك بيا القرايه راه القراية تخلينا نتعلم ونكبر وتخلينا زادا نكبر وتخلينا تخلينا زادا نطلع ونخدم حاجة بيها اي بميلة باش نشيخ ونهار اخر ونلقاو باش نصرفو هكا ولي مش هكيكا نقعد وتخش علينا صغار هكا ولي تصور تبدا كبيرة وتقول لهم كوبوك عطيني فلوس عطيني فلوس تجيش هكا ولي سيختو مش تاع ناس ظهر وقرا ما فهمتكش مثال كي ومثال كي واحد يعرضك مثال كي واحد يعرضك تحس وغني عنده برشا فلوس يا اخي وانت تقول له بالله عندك شويه فلوس ويا اخي هو كي يقول لك كي هو يقول لك يا اخي انت ما قريتش على روحك وجبت فلوس وقت مش تحشم تقول ما صابني قريت ريت وقتها تحشم على روحك ما وقتها يفوت الفوت ظهر لي لازم واحد من توا يقرا على روحه بالقدي هكا ولي تراه الزيت هذايا بدا يسكر شو انا اش حضرت حضرت هذايا باش نفورمو بيه الفريكاسي نتاعنا مش الفريكاسي الكل يجي قد مش واحده اكبر من واحده ولا واحده اصغر من واحده صحيتك بالضبط هاني انا مش نعمل شويه دور ومن بعد انت باهي باه اكل تحلت باهي يا ظهر لي سيء ساعات تلصق لي شوي اي مش مشكله هكا تعملوها جوي ده خاطر هي كي باش تخمر باش تتنفخ هكا ولا اي هكا هم تفضل ميرسي مرحبا بيه قوم ما تنحاوش لازم تنزل عليها برشا مش كيف تجي تحاول ايه نشد لك انا ذي خل نعاونك هاك صحيتك صحيتك لازم تتفقد مش كذي هاك سي بون سي بون تنحات باه نحي توا الزيت زي الكل تقطع الواحد بابيي كويسون مش مشكلة باهي شفت احنا توا مو احنا اليوم نحبوا نربحوا الوقت ونطيبوهم ونعملوا لي زيتاب الكل خاطر توا الفريكاسي كي نفورموه نورمالمون نزيدوه على القليلة نصيف ساعة باش يزيد يخمر خاطر سينو ما يتنفخش من بعد كي تشيب هكا ولي وي يا اخي انا شو شنيا حضرت خممت في كل شيء راهو اليوم باش من بعد نجمو ناكلو الفريكاسي باش نخلطو نلعبو اللعبة هذيك تعرفك اللعبة اللي نلعبوها في كوجينة اليوم بعد باش نلعبوها زيدا راه باهي شو انا شعملت هذي خان بعدو هالعجينة كملنا منها احنا كملنا احنا بلا حتى هي طعم برشا جوج بقى بريت جوج ما كبيرة خان نحطوها لهنا هيا ذوما كعبيت الفريكاسي نتاعنا اللي من قبل دورتهم وخليتهم يخمروا ريت فما حوت طلعوا اكثر من الاخرين تنسيش إيه. عليهم خليهم هكاك هذا باش بيدي برشا ريت هذوكم ما طلعوش ما فهمتش بيهم الزيت نتاعنا هاو نزيدوه شويه برك نعملو هكا اوكي شفت حضرنا للفريكاسي اسهل لا اي اذا يقولهم قولهم مش حضرنا هذاك جبل زي بطاطا صمتنا البطاطا ورفسناها شوي صمتنا البطاطا ورفسناها وعملنا عظم مسلوط قصيناه يجي اسهل وطن وزيتون اكحل باهي وزيد باش نعملوا حاجه اخرى انت تحب الهريسه ولا لي شوي شويه حتى كي تحط لي مثال حاجه محرحره 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 وانا ما نشلقش بها ريت كي ناكلها دوش نشرب الماء بالحق خليلي اليوم انت تو نحط لك هريسه في الفريكاسي نتاعك باهي هي باش ناخذوا الهريسه نتاع سيكا باش نعملوا هريسه الفريكاسي انا نسميها اي نجم نخلطوها بشويه ماء اي شويه ماء وشويه زيت
وكي العادة الحكوك كذو ما متحلهمش في الدار وحدكم، لازم حد كبير هو اللي يحلهم. هي خاطر التجربة. اللطف توجع صويبعك. هاي حط شوية هريسة غاديكا. هاني حضرت الزيت. ترى نزيدو زعما شوي. ترى خلط بالزيت خنشوفو. بسي سارد بالك. ونزيدو نحطو شوية ماي. باش نعملوها كيما في الحوانت هذوكم تاع الفريكاسي، عرفتهم؟ اي ذا خاطر بشوية ماي ظاهرة. تحب نعاونك ولا صافا؟ صافا. ظاهرة لون أصفر بالزيت. اها ترا خنشوف هنا الزيت هذا سخون شي بالبدا. زل شوية ظاهر لي. انا هذوما حسيتهم هوش باش يطلعوا برشا كعبيت الجويجي. راهيت نعاونك شويه برك. مسحت يدك؟ حاسه شوي شوي. عندك محفوظات اخرى بخليها عادي بالفرنسي. اي عملنا محفوظات بالفرنسي. غني لنا غاديكا، قولي لنا المحفوظات. هيت بابي الساعه Lundi matin, le prince, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit puisque c'est ainsi, nous nous revient mardi. Mardi matin, le prince, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Mercredi matin, le prince, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons jeudi. Jeudi matin, le prince, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, le prince, sa femme, le petit prince, sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi matin, le prince, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Dimanche matin, le prince, sa femme, le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit puisque c'est ainsi, nous reviendrons. كهويز با برافو. انا حاجينا تاع الفريكاسي بتاعنا خاطر الزيت سخن. زيت سخن برشا. اي يطلع في الدخان ريتو. نحطو كعبات الفريكاسي بتاعنا. صوتك كيف تنفخت تنجم تشوفها من بعيد من غير ما تخرج برشا. نحط انا كعبه. لا نخاف عليك. الحق إذا نحطو هذيا ساعة منفوخة خير. هما كعبات كانوا ظاهرين شوية منفوخين تفش. ريتو ما فماش بيهم هذوك. هاي هذي زاد. ظاهرة ريحة بنينة. طلعت الريحة البنينة. باهي ترى باش كي ندوروها كعبة الفريكاسي كي تبدا تتلون. رد بالك عاد ما تقربش برشا للنار. جيت متشهبة بالحق ومازالت من بعد باش نزينوها وكل باش قولك مالا توا كان نمشيو في الفصل قبل باهي لو طون اللي طاب الفريكاسي باش من بعد نزينوه باهي. اوكي مالا قولهم اتو تالوغ نتقابلو بعد الفصل. عاود قولها لهم اتو تالوغ نتقابلو بعد الفصل. باي باي. رجعنا لكم بعد الفاصل. كملنا طيبنا الفريكاسي وحليناه هكا وحضرناه. اما قبل توا باش تعملي العمليات الحسابيه وين لازمني نطلع.
قولي كيفاش كيفاش ما كيفاش تعمل انت في مخك؟ غمض عينك. لازم تغمض العينين. لا على خاطر انت اول مره عاده باش تضرب لازمك تغمض عينك، خاطر انا زيد كاول مره ضربت علي غمضت عيني. غمض عينك. غمض عيني. حتى لازم كي تستاذ تحل غمض عينك، عامل يدك هكا واحد ايش واحد باهي مع اثنين اي ناقص ثلاثه اي قديش؟ صفر. صحيح. هذوما سهلين، تعملي واحدة أصعب، وصويبعي شنو نعمل بيهم؟ أنت هبطهم أنا نعمل. أنت هي تعلمت تعمل أنت تحسب بيهم في مخك. باهي، عملي واحدة عملية صعيبة شوية. صحيح. مش برشا عادة. بالمئات؟ لا من غير مئات. من غير مئات. باهي، واحد. إي. مع اثنين. إي. ناقص ثلاثة. إي. مع واحد ايه ناقص واحد ايه مع ستة ايش مع اثنين قديش؟ ثمانية. صحيح. شفتها ساعة واحدة أخرى كهوا، عجبتني اللعبة. صعب لي شوية برك شوية ايه عشرين مع إحدى عشرة ايه ناقص واحد قديش؟ ثلاثين. صحيح. والله قديت باش تو غزرهم غاديكا في الكاميرا واعطيهم عمليه ما صعيبه شويه باهي. واحد مع اثنين ناقص ثلاثه. لا لا قولي لهم بالشويه بشويه، احسبهم هما قدامك قاعدين يحسبوا. باهي. وانتم طلعوها عاد في الدار، انزلكم طلعوها. واحد مع اثنين ناقص ثلاثه مع خمسه قديش؟ والله انا ما قديش؟ خمسة. خمسة أي كان قيدوها خمسة خاطر ناقص ثلاثة مع خمسة. فوالا كان قيدوها خمسة يعطيكم الصحة، طلعتوا تعرفوا تحسبوا هكا ولا بيه. نكملوا تو فريكاسي. إيه. وشكون غرمك أنت بالحساب الذهني هذا؟ بابا قلت له أنا وليت ما عادش ذكي بابا، أبا راك حطي في الحساب الذهني يا أخي. حط يا أخي تعلمت. تتصل بعدي سؤال تسأله لك. إيه يسألني. تتصيب يا اخي انت كيف تغربت بالكوجينه وكيف تعلمتها؟ ايه كيف تغربت بالكوجينه؟ كي كنت هكا في عمرك انت واصغر منك بشويه واكبر منك بشويه، كانوا ديما دادي ومامي كي طيبوا يدخلوني معاهم الكوجينه. دادي ومامي معناها امي وبابا تاعي انا. باباك يدخل الكوجينه؟ ايه يطيب. يا اخي ملي صغيره وانا نبداو هكا نبدا نخدم في دروسي في الكوجينه وهما يطيبوا في العشي، ومامي تجي تقول لي نظف لي المعدنوس، اي ادرى شنيا قشر لي الثوم، ادرى مد لي كل ادرى شنيا اللحم هذا نحطوه معاه لفيح هكا بشوي بشوي، حتى لين لقيت روحي انا زاده نحب التطيب. كيفك؟ اي وانت كيكه زاده؟ نفس الفازه. تقعد مع امك وتبدا تقول لك هكا وهكا وعاونني وقشر لي وكل. وقص لي سلطة، عمل لي هذيك، قد لي هذيك، جبد لي جبد لي شو اسمه، جبد لي الخضرة من الفريجيدير، جبد لي الخضرة من الفريجيدير هكاك. حتى لين بعد تلقى روحك تعرف بشوي بشوي. باهي انت باش تحطها هريسة؟ انا نقطة، انا نقطة. باهي على كل واحد حط. الهريسة شو الهريسة مش جيد؟ مشكلة. قاتلتش شوية نحط البطاطا الساعة قبل. سمحت صحيح. أنا مش نحرب الدنيا من الهريسة حطيتها في البطاطا. تعمل كعبيت ما غير هريسة كي تحب. فرفشتها 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 حتى هنا شو عامل لها واحد جيت بالهريسه خاطر قلت لك انا فرفشت الدنيا. هز هكا هز تقول فارط علي فيه. هاوك سي بون. خالتي كانت تحب بطاطا. انا العظام ما نحبوش. انت تحبش العظام؟ انا مش حطو خطن
دخلت بعضي انا بالمغارب. بي ميلا مادام توا قاعدين نكملوا فيك عبيت الفريكاسي نتاعنا باش نتعداو لعبتنا الشهيره. شم وذوق وسمي. شم وذوق وسمي. اي معناتها نشمها ونذوقها ونسمي ونقول شنو هذيك. توا نكتشفوا توا. سي بون كغمضنا عينين رميسة وعينين عمك فيفو تو باش نعطيك هكا كل مرة باش تمس حاجة وتحاول تطلعها شني باهي وشمها زادة كاين فيها ريحة خاطر هذوما ما تصورش ريحتهم قوية اه حط يدك شني هذيك الريحة لوبيا عرفتها بالريحة بالريحة واه يا ريحة اغمضي شيحة هاي هذيك تبدا شي حتبدا هكا انا مقمرتها بريحه شويه شفها ريحه هكا اوكي باه هاي حمص حمص صحيتك سهلة برشا اللعبة حسيتها بالنسبة لي كاي بس يس فيش ريحة هذي حربوشة حربوشة ليه مش حربوشة حاجة ناكلوها وكلها منفعة وفيها برشا عدس صحيتك فيها برشا حديد هاك طلعتو اه هذا تاع بسيس جلوبينا جلوبينا صحيتك وهذي تاع اخر حاجه هي هي يبسه تي شو اسمها ذيك اللي قشروها ما عرفت شو اسمها زيد ذكر شويه كل قشروها تبدا فيها واحد هي كل فل فول فول هذا فول شيحة هذا سهلة اللعبة فيسع فيسع طلعتهم الكل راهو في بالك اهوكم طلعتهم الكل انت هذا فول هذاك الفول وهذا عمك فيفو زادة تعرفوا فيفو عاد هاكا اللي تشوفوا في التلفزة فيفو غمضت له عينه غمضت له اي والله طول نحيك ما عطيتوش كي ماني غمضت له عينيه جوست باش يشجعك انت وكا هاو ديك عليه بيه ما دايما انتي لعبت معايا اللعبة وزيد طيبنا الفريكاسي وزيد هكا قعدت نعملو في الحساب الذهني مع بعضنا انا حضرت لك كادو بيه نجيب الكادو حضر روحك ها هاني جيتك لحظة برك ها هو عمك الكادو زعما شنيا هالكادو شنيا هالكادو والله حتى انا نتسير كيف باش تروح بيه جبنا لك كادو من عند منصف جوي خاطر مش انت حبيت دار قلت لي المره اللي فاتت انت تحب دار اما ما عندكش لي سباس هكا واللي يا اخي انا طايقه نحي وعاد حط في القاعه ما تنساش هي راهو توا مانيش نحلوها الكل 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 خاطر هايكا اه مش شايف هذه ظهر لي اكبر كادو ريت في كوجين في يوم جونيور وعند منصب جوي اوكي هذه سيدك بن سيدك كتشي في كل خيمه باش تحطها في بيتك ونقعد نقرا فيها قصه اي وتقعد تقرا فيها قصه وتلعب تو في الدار بعد كل حالات تتحل عجبتك بالعقل او خاطر انت حبيت مش انت تحبك الدار هذيك اه كذا دار نوع اخر ليه ولونها غوز تحب الغوز حتى انت كل غوز اليوم هكا ولي في يميله خلينا نمشي ونخبيو هذيا مشي تتمصط زعما وين نخبيوها الله انا تروح بيها تو لازم طياره ظاهر لي ولا كاميونه لا ما باش يجي ما بابا باش يجي يروح بيها تو في الكرفان تو يلقى حل تو يلقى حل هكا هاو غير مخدة اي مخادت انا ماني مغرومة زيد بالقصص ندخل فيها ونقرا فيها قصة تو نايم رجلة بيه ميلة وقبل ما وزيد لازم نرقد فيها هاي قدم هاك شفت بيه خلينا نحطها غاديك الساعة باش ما تتمصقش حطها غادي حطوا هذا في الكوبالة خلي خلي تو نلم عليك خلي نسيت حطوها هكا اسمع خلي خلي الساعة كية خلي الساعة نشربوا الليجو نتاع ديليس
هكي نفهموا رواحنا وناكلوا الفريكاسي ونقولوا لهم باي باي وبعد ننظفوا الدنيا الكل. باهي تحبها بالشوكولا والا فخيز؟ حبها شوكولا. اوكي. اوف طيحت الباكو. هذه لينا بشوكولا زيد. اهو هذا يعجبني برشا الحبو بالحق. حبيت تحلها. اهو اهو من هنا. من هنا صحيتك. اهو كهو توا مقعد لنا كي نقولوا لكم باي باي بعد ما طيبنا الفريكاسي ولعبنا اللعبه لا. وتعرفت على رميسه. انا فرحانه برشا اللي جيت بحذينا راهو اليوم. حتى انا والله فعلى الاخر على الاخر زيدا عبلز وحزيت روحي كاني في الدار بالحق. شيخه وكتطيب وتغني وكل شيء وخبطنا الدنيا زيدا. تقولش علينا في الدار احنا اليوم هكا ولي هاي بيه ملكة هاو توا قعدنا كي نقول لكم باي باي. خلنا نشربوا الليجو نتاعنا وناكلوا كل شيء وكل شيء ونقول لهم ترى توا ترى.